لا لا امسك دي بس الشمال. ده الكرومب يا جماعه، اهوت كرومب اهو، هو لسه صغير لسه هيبدا يكبر. حاجه صباح نصور سوا ماشي حبيبتي حاجه صباح. لا جنب التبن عشان هنشرح موضوع التبن ده. امسك احسن ما عندك النهارده شغال هو كده. صباح طبعا اختنا وجارتنا. ازيك حاجة صباح؟ كل سنه طيب. الجو عمال هنا المطر جميل ده. تبني دوت ولا ايه ده؟ ايوه ده اللي بيعملوا بيه. انا عارف طبعا بس بسالك. لا عايزين ده التبني ده يا جماعه اللي هو بعد ما القمح يتعمل بيتعمل منه التبني دوت. ايوه البهم تاكل بيه. حتى البهم تاكل ونعبي في الشجره كده اهو. لا لا معايا حاجة صباح. معايا حاجة. انا حابب اسوي تعبير ليه؟ من الدافي دوت عشان تشوف المطر هنا مش هنا. مالك يا عبد؟ مالك؟ خلاص صورت؟ ده ناخده للبهايم كده عشان البهايم ياكلوه. كل سنه طيب يا حاج صباح. طيب يا عم الف سلام. شكرت مرحبا سلام. دي شكارة الملح الكيماوي، الكيماوي اللي هو بيتحط في الأرض، خدت بالك بيفتحوها ويحطوا الكيماوي للزرع يعني. ده المنظر الطبيعي كده بالنسبة للريف المصري في وسط الزراعة. الشكل الجميل دوت النخلة اهيت اللي بتعمل البلح، ودي توتة بس لسه ناشفة دلوقتي لسه هتخضر بقى في وقت ايه؟ في وقت الربيع. الشجرة دي يا حسين؟ والله ما أعرف نوعها بس هي بقالها شجرة غريبة كده والله ما عرفت الشجرة دي أصلا. الشكل الجميل ده كده وادي الفول هناك اهوت. ده الفول اللي واقف ده كده. شو ما شاء الله جمال الطبيعه والشكل الجميل ده. بسم الله ما شاء الله. الحاج جوده جاي من الارض اهوت. شوف الحاجه صباح عملت التبن ولا لا وتطمن عليها. كل سنه وانتم طيبين.